بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف ألف ميم ميم من المنطقة الشرقية. أختنا تقول: إنني في أكثر الأحيان لا أصلي صلاة الفجر في وقتها لأنني لا أقوم لها، ولكن اليوم الذي أقوم أجمع، وأحيانا أقوم بصلاتها في وقت متأخر، فهل علي حرج في ذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا تنسوني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله. فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، وهي الفارقة بين المسلم والكافر والمؤمن والمنافق. وقد شرع الله سبحانه وتعالى في مواقيت محددة لا يجوز فعلها في غيرها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مواقيتها، فلا يجوز لأحد أن يخرجها عنها. وما ذكرته السائلة من أنها تنام عن صلاة الفجر ولا تصليها في وقتها هذا خطأ كبير. والنوم المستمر والعادة ليس بعذر، ولا يجوز الإنسان أن يعتاد أن ينام ويترك صلاة الفجر في وقتها ثم نصليها في غير وقتها. ليس العبد مخيرا في ذلك، وإنما هو مفروض عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. إنما لو أن الإنسان كان يقوم بصلاة الفجر ويحرص على ذلك قد بذل الأسباب للقيام، ولكن غلبه النوم في بعض الأحيان، فهذا يكون معذورا يصليها إذا استيقظ. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. أما من اعتاد النوم تساهل واستمر مر على أن ينام عن صلاة الفجر متعمدا وغير مبال ويقول صلي متى ما قمت، فهذا لا يجوز ولا تصح الصلاة مثل هذا. ثم إن السائلة أشارت بأنها تجمعها، هذا غلط، لأن صلاة الفجر لا تجمع مع غيره، لا تجمع، وإنما تصلى في وقتها. إنما صلاة التي يجوز جمعها مع غيرها صلاة الظهر مع العصر، صلاة المغرب مع العشاء، في أعذار معروفة كعذر السفر، عذر المرض، وعذر المطر البرد الشديد بالنسبة للمغرب والعشاء، هذه أحوال تبيح الجمع. أما ما عدا ذلك، وأيضا هذه صلوات معينة يجوز جمعها، أما صلاة الفجر فإنها لا يجوز جمعها مع غيرها، بل يجب أداؤها في وقتها. فالواجب على هذه السائلة وعلى عموم المسلمين أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروه وأن يحافظوا على الصلوات في مواقيتها المحددة، أعني المتساهلين في هذه الصلاة وغيرها. قد قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. المراد بهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فوعدهم الله بالويل. وقال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وإضاعة الصلاة كما بينها المفسرون هي تأخيرها عن وقتها، وليس المراد تركها بالكلية، لأن من تركها بالكلية فإنه كافر، وإنما الوعيد على المسلم الذي يؤخر الصلاة عن مواقيتها. توعده الله بالويل وتوعده الله بالغي، وكلاهما كلمة عذاب شديد، الخطر عظيم، لا يجوز التساهل في هذا الأمر. وإذا لم يقم المسلم عمود دينه فكيف يستقيم دينه؟ كيف يكون مسلما وهو مضيع للصلاة ومتهاون بشأنها؟ أسأل الله الهداية لنا ولجميع المسلمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، وقد تفضلتم وبينتم وأجبتم جزاكم الله خيرا، حبذا لو تطرقتم إلى الأسباب المعينة على تأدية صلاة الفجر في وقتها. أعظم الأسباب لتأدية
في الصلاة في وقتها النية صالحة والعزم الصادق، وأن يكون عند الإنسان عزيمة ونية صادقة في أن يصلي صلاة الفجر في وقتها مع جماعة المسلمين. فإذا عزم المسلم ونوى عانه الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأسباب النوم مبكرا، لأن الناس في هذا الزمان أو كثيرا من الناس ابتلوا بالسهر، قد يكون سهرا على أمور محرمة كالنظر في الأفلام الخليعة والبث التلفزيوني الواثق بواسطة الدشوش وغير ذلك من، وكذلك لعب الورق وغير ذلك، هذه معاصي. كذلك السهر لو كان على تلاوة القرآن أو على التهجد بالليل، إذا كان يسبب النوم عن صلاة الفجر فإنه لا يجوز. فكيف بالسهر على أمور محرمة أو أمور لا فائدة فيها أو أمور دنيوية؟ لأن الصلاة يجب أن تكون في قائمة أو في أول قائمة اهتمامات المسلم في حياته. الواجب على المسلم أن يهيئ نفسه للقيام صلاة الفجر، وذلك بأن ينام مبكرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها. يكره الحديث بعدها لأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن ينام من أول الليل، من أجل أن يقوم من آخر الليل بالتهجد وذكر الله استغفار صلاة الفجر. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. المسلم يحاسب نفسه فيضبط أوقاته، أوقات النوم وأوقات العمل وأوقات الصلوات. من أعظم الأسباب أن ينام الإنسان مبكرا، لأنه إذا تأخر في النوم ثقل عليه في آخر النوم القيام لصلاة الفجر، فقد يقوم مع كسل وضعف عزيمة، وقد ينام ولا يقوم إلا بعد خروج الوقت أو يقوم بعد فوات الجماعة. وكذلك من الأسباب أن يعمل الإنسان ما يقيمه للصلاة، إما بأن يوصي من يقيمه من أهله أو من حوله أو من جيرانه، أو أن يجعل عنده ساعة مؤقتة تدق في الوقت المحدد، ولا الساعات اليوم لله الحمد ويسر، وأيضا ساعات منضبطة ودقيقة. فالوسائل موجودة، ولكن الشأن في الاهتمام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية ثانية عبر رسالة بعث بها المستمع محمد محمود من بحرة. أخونا يقول: أنا شاب أقوم بتربية الحمام للأكل منه وللبيع، ويأتيني حمام من الخارج ليس من ملكي ولا أعرف أصحابه حتى أسلمه إليهم، ويدخل في البرج مع حمامي، وأنا أخرجه من البرج وأطلقه حتى يعود إلى أصحابه، ولكنه يعود مرة أخرى، كيف يكون تصرفي والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن أموال الآخرين محترمة، لا يجوز لأحد أن تساهل فيها، ومن ذلك الحمام، فإن الحمام أصبح شيئا متمولا وله قيمة، فإذا جاء واختلط مع حمامك فعليك بطرده وعمل الوسائل التي تعزله عن حمامك، إما بأن تغير المكان تضع لحمامك مكانا آخر لا يقدر الحمام الخارجي على أن يتسلل إليه، أو بأن تجعل له وسائل تمنع دخول غير حمامك. المقصود أن حمام الناس لا يحل لك، وأنت أدرى بالوسيلة التي تمنع اختلاط الحمام الخارجي معه، فعليك أن تعمل الوسائل التي تكفل بقاء حمامك وعدم اختلاطه بغيره. جزاكم الله خيرا. يسأل: هل في الحمام زكاة أو في ثمنه؟ الحمام ليس فيه زكاة في نفسه، وإنما إذا كان معدا للبيع والاتجار فإنه يقوم عند الحول وتدفع الزكاة إذا بلغت قيمته نصابا. كذلك إذا بعت شيئا منه وتوفر لديك دراهم منه وحال عليها الحول على هذه الدراهم فإنك تزكيها. فالحاصل أنك عندك من الحول تزكي ما معك من الدراهم من قيمة هذا الحمام إذا بلغت نصابا، وكذلك تثمن الحمام الموجود الذي اشتريته تثمنه بما يساوي. أما الحمام الذي اتخلته للنسل فهذا ليس فيه زكاة ولا يقوم، إنما يقوم الحمام المعروض للبيع. بارك الله فيكم. في آخر الرسالة يسأل عن النصاب من قيمة ذلك الحمام، جزاكم الله خيرا، كم هو النصاب؟ أقل نصاب من نقود يجب فيه الزكاة معتبر بالريال الفضي. الريال السعودي من الفضة نصابه 56 ريالا، أو ما يعادل صرفها من النقود الورقية. فإذا كان لديك ما يعادل صرف 56 ريالا من الفضة بالريال السعودي أما أزيد من ذلك وجب فيه ربع العشر. بارك الله فيكم. 56 ريال من الريالات الفضة السعودية كم تعادل باللرق اليوم شيخ صالح لو تكرم؟ هذا يختلف اختلاف السعر،
السعر. طيب سعر النقود الفضة عند الصيارفة. نعم. عليه أن يسأل الصيارفة كم يساوي ريال الفضة السعودي من الورق النقدي وهم يخبرونه بذلك. نعم. بمعنى أنه لو وجد أن سعر ريال الفضة 8 ريالات مثلا فعليه إذا اجتمع 400 أو 450 ريال عليه أن يزكيها والحال ما ذكر من الريالات الورقية. أقل مقدر إذا بلغ عنده ما يعادل نصاب ما يعادل صرف 56 ريال فضة. نعم. ما يعادل صرف 56 ريال فضة. طيب. لا 8 ريالات بل 56 ريال فضة ما يعادلها من الورق فيه الزكاة وما دونها لا ليس فيه الزكاة. ننتقل إلى قضية أخرى. نعم. القضية من المستمع سليمان إبراهيم يقول لقد اتجهت إلى مكة قاصدا الحج في شهر ذي القعدة وقد تعديت الميقات يلملم ووصلت إلى مكة وأحرمت من مسجد العمرة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأديت عمرة التمتع في ذي الحجة وتحللت ثم أحرمت من مكة بنية الحج في يوم التروية وأديت فريضة الحج بحمد الله وذبحت هدي التمتع بمنى هل علي هدي في تعدي الميقات أم ماذا جزاكم الله خيرا؟ علي من اليمن هو سوداني. نعم الواجب على المسلم إذا كان يريد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه من المواقيت الخمسة وهي ميقات أهل اليمن السعدية ويسمى بيلملم وميقات المدينة ذي الحليفة وميقات أهل نجد قرن المنازل وميقات المصر والشام والمغرب الجحفة قريبا من رابط وميقات أهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل تلك الجهات ولمن مر بها من غيرهم. فمن مر بواحد من هذه المواقيت سواء مر به مثلا مع الطريق الأرض أو مر به حاله من الجو أو حاله من البحر أو حاله من البر فإنه يجب عليه الإحرام عند المرور به أو محالاته ولا يجوز له تجاوزه بغير إحرام. قوله صلى الله عليه وسلم لما وقف هذه المواقيت هن لهن يعني تلك الجهات ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ومن كان أهله دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يحرمون من مكة. وما ذكره السائل من أنه مر بميقات السعدية ولم يحرم وإنما أحرم من التنعيم هذا غلط كبير. قد سمعنا أن بعض الحجاج يتعمدون هذا ويظنون أن الإحرام من التنعيم أفضل فيتركون الميقات الذي يمرون به ويقصدون إلى التنعيم وما يسمى بمسجد عائشة يحرمون منه ظانين أن هذا أفضل وأن العمرة يحرم بها من التنعيم مطلقا وهذا غلط كبير لأن الإحرام يكون من الميقات الذي يمر به الحاج أو المعتمر ولا يجوز له تجاوزه. فيجب على السائل حيث تجاوز الميقات وأحرم من التنعيم يجب عليه فدية وهي ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة ويوزعه على فقراء الحرم. أما حجه وعمرته فهما صحيحان إن شاء الله لكن يجبر هذا النقص بالفدية ولا يعود لمثل هذا العمل. وننبه الإخوة المستمعين إلى أن هذا أمر مهم يجب العناية به ولا يجوز تجاوز المواقيت بدون إحرام وهم يريدون الحج أو العمرة ويقولون نحن نحرم من جدة نحن نحرم من التنعيم. ليس الأمر للتشهي أو حسب رغبة الإنسان أو اختيار الإنسان إنما هذه أمور شرعية يجب التقيد بها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخوين محمد يعقوب ورياض أحمد يعملون في جدة حين بعث الرسالة يسألان فيقول أحدهما استلفت مبلغ من أحد الأخوة وقبل السداد توفي إلى رحمة الله فأرجو توضيح كيفية إعطاء هذا المبلغ إلى مستحقين ونصيب كل منهم حيث له زوجة واحدة على ذمته قبل وفاته وله منها 3 أولاد قصر هم ولدان وبنت جزاكم الله خيرا. نعم يجب عليك تسديد هذا المبلغ وقد صار هذا المبلغ لورثة الميت لأنه أصبح من جملة تركته الواجب عليك أداؤه لوكيله إذا كان له وكيل شرعي
فإنك تؤديه إليه، وإذا لم يكن له وكيل شرعي فإنك تراجع المحكمة، تراجع المحكمة القريبة منك وتخبرها بالواقع، ثم هي تقوم بإيصال هذا الحق إلى أهله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات تقول المرسلة سحر أحمد من مصر محافظة قنا، أختنا تسأل سؤالين. في سؤالها الأول تقول: متى تكون ساعة الإجابة في يوم الجمعة؟ جزاكم الله خيرا. اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد ساعة الإجابة من يوم الجمعة، وهي ساعة ثابتة في الأحاديث الصحيحة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينها، وإنما أخبر أنها في يوم الجمعة، وذلك لحكمة عظيمة، وهي أن يجتهد المسلم في العمل الصالح في كل هذا اليوم تحريا لهذه الساعة، فمن اجتهد في جميع اليوم فإنه قد صادف هذه الساعة قطعا بإذن الله، كما أن الله أخفى ليلة القدر في شهر رمضان ولم يبين في أي ليلة، من أجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي الشهر في التهجد والصلاة والعبادة والاستغفار والتوبة والدعاء، فإذا اجتهد في كل ليالي الشهر فإنه يكون قد صادف هذه الليلة قطعا، ولكن عند العلماء تحريات هذه الساعة. من أقربها القول بأنها آخر ساعة من يوم الجمعة، كما هو قول الإمام أحمد رحمه الله أنها تكون آخر ساعة من هذا اليوم، يعني قبيل الغروب، قبيل غروب الشمس ختام اليوم. ومنهم من يرى أنها من جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. وعلى كل حال هذا اليوم كله عظيم وكله فاضل، وهو سيد الأيام وخير يوم طلعت عليه الشمس، هو عيد الأسبوع، فهو يوم عظيم أينما اجتهد المسلم في ودع الله فيه فإنه حري أن يستجاب له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل تفسير قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وتقول: ما المقصود بالصلاة الوسطى ومتى هو وقتها؟ جزاكم الله خيرا. قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات، أي داوموا على إقامتها واستمروا على إقامتها كلها، لأن بعض الناس قد يهتم ببعض الصلوات ويتساهل بالبعض الآخر، والله جل وعلا أمر بالمحافظة عليها كلها من غير تفريق بينها. قال تعالى في آية أخرى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. قال سبحانه وتعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون. المداومة على الصلاة والمحافظة عليها يعني الاهتمام بأدائها في مواقيتها مع جماعة المسلمين في حق من تجب عليه صلاة الجماعة. كذلك من أهم المحافظة عليها العلم بتوفية أحكامها من أداء أركانها وشروطها وواجباتها والخشوع فيها، هذا من المحافظة عليها. والصلاة الوسطى عطفها الله على الصلوات وإن كانت داخلة فيها من باب الاهتمام بها، وإلا فهي داخلة في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات، ثم عطف الصلاة الوسطى اهتماما بها تأكيدا لشأنها. وأصح الأقوال فيها أنها صلاة العصر، أصح ما قيل في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، وذلك لعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى فيه بالحروف لام جيم ميم مصري يسأل ويقول: أفطرت رمضان كله بسبب الشغل، هل علي كفارة أم أصوم رمضان كاملا رغم أني لم أفطره متعمدا؟ جزاكم الله خيرا. الشغل لا يبيح الإفطار، كل إنسان يشتغل ليس عذرا في الإفطار في رمضان، لأن الله إنما أباح الإفطار في رمضان للمريض والمسافر وكذلك للكبير الهرم وكذلك للحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما، فهؤلاء هم أصحاب الأعذار الذين يفطرون في رمضان، وكذلك الحائض والنفساء، هؤلاء يفطرون في رمضان ويقضون من أيام أخرى، إلا من لا يستطيع القضاء لهرم أو لمرض مزمن فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين. أما الشغل والأعمال فإنها لا تبيح الإفطار في رمضان، الإنسان يصوم وهو يشتغل، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون وهم يشتغلون، وكان ينالهم مشقة شديدة من الصيام مع العمل، ولم يبح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من أجل العمل، فإفطارك من أجل الشغل هذا غلط كبير، عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليك أيضا القضاء، قضى ما أفطرته، عدد الأيام التي أفطرتها، وإذا كان هذا الإفطار رمضان متقدم قبل رمضان الموالي فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير، وعليك في المستقبل المحافظة على الصيام وعدم الإفطار إلا لعذر شرعي من الأعذار التي نص الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه.
ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وكان الواجب عليك أن تسأل أهل العلم قبل أن تتصرف هذا التصرف، إن بعض الناس أن يتصرف في أمور دينه من عند نفسه وبحسب رأيه ولا يرجع إلى أهل العلم. فقال الله تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمور الدين يجب العناية بها ولا تؤخذ بالرأي، وإنما تؤخذ من الأدلة الشرعية وبسؤال أهل العلم والبصيرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ فادح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على